ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله. في سياق نشاطات الأعمال والمبادرات الدينية، فقد ترأس رئيس هيئة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الجوني إبراهيم السنوسي مدني بخيت ممثلا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حفلا بمناسبة رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل بعد اختتام 1111 ختمة قرآنية وجملة كبيرة من الأدعية. قام بتنظيم قراءتها أبناء قبيلة الدقنة علي ألوان والنولة بالتعاون مع باقي سكان المنطقة بهدف العافية والأمن والسلام والاستقرار، وذلك بمدينة بير بركة بولاية حجر لميس. المناسبة حضرها الأمين العام لمحافظة الدقنة محمد جدة خالد ممثلا لوالي ولاية حجر لميس، إلى جانب حضور كبير من العلماء والشيوخ التقليديين وجمع غفير من سكان المنطقة من الرجال والنساء. وقدم بهذه المناسبة رئيس اللجنة التنظيمية الشيخ البوني النور يعقوب كلمة أوضح فيها بأنهم يقومون بتنظيم هذه الختمات القرآنية كل عام لأكثر من 8 سنوات بجهودهم الذاتية، حيث يتجمع أكثر من 600 حافظا وقارئا للقرآن الكريم خلال يومين كاملين لقراءة العدد 1111 ختمة قرآنية وعدد كبير من الأدعية بهدف أن يحفظ الله البلاد من كل مكروه ويجلب لها الخير والعافية والسلام. أنا أشكر الجميع وخاصة الإخوة الذين معانا يومين قرأوا 1111 ختمة، فنشكرهم جميعا حفظة كتاب الله والعلماء والإخوة الذين ساهموا معنا معنويا وفكريا وماديا. كما ذكره الأخ المبرمج، جميع أهل المنطقة جميعهم شاركوا من بعيد أو قريب بكثير أو قليل، فنحن نشكره على ذلك ونتمنى منهم أن يديموا هذا العمل. إدامة هذا العمل منفعة للجميع وليس لجهة ولا لأمة ولا لزهاء، وهناك لنا جميعا إن شاء الله. فنحن تمنياتنا من الله تبارك وتعالى أن يقبل منا هذا لوجهه الكريم، ونتمنى من الله تبارك وتعالى يفتح لنا هذه البلاد بخير كثير. نحن لا ندري ما عند الله، ما عندنا ينفد وما عند الله باق. فنحن في هذه المنطقة وفي هذه السنة بالذات سنة جذبة عندنا، ولكن الله غالب على أمره. إخواننا في الله وإخواننا الحاضرين، نحن نشكركم كثيرا، نشكركم في مجيئكم هنا ومشاطرتكم ووقوفكم معنا. فنحن إن شاء الله هذا القرآن المبارك كما تكلمنا بالأمس هو بحثنا شيء عشان من خير الدنيا ينفع في خير الدنيا والآخرة، ما وجدنا شيء إلا القرآن. بحثنا كل البحوث وطلبنا للمنطقة الخير، ما وجدنا أفضل من القرآن. فنحن جئنا بالقرآن وقلنا نقرأ 1000 قرآن ختمة كل سنة إلى ما شاء الله. فنحن نتمنى منكم افتحوا قلوبكم لهذه الدعوة وافتحوا قلوبكم لتلاوة القرآن ظاهرا وباطلا بدون تردد، لأن القرآن مقبول قطعا. إنما يتقبل الله من المتقين والذين يقرؤون القرآن كلهم متقون. كما قدم بهذه المناسبة خليل الدليل كلمة نيابة عن رئيس السلطة التقليدية للدقنة علي ألوان الشيخ حسين أبو بكر الشبكة، شكر فيها باسم سكان المنطقة اللجنة التنظيمية وحفاظ القرآن الكريم على هذه الجهود التي يبذلونها كل عام في تنظيم هذه الختمات القرآنية من أجل الصالح العام.
وثمن بنفس القدر نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية الشيخ الغالي خالي العمر هذا العمل الكبير الذي قام به سكان منطقة الدقنة. هذا يخدمه القرآن، لأن هذا القرآن ما تلي في بلد وإلا نزلت فيه البركة ونزل فيه الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأشياء الأربعة، نزول السكينة يعني الطمأنينة، والطمأنينة تعني الاستقرار، لأن الطمأنينة محلها القلب. وإذا اطمأن المسلم واستقر قلبه وقرت عينه طابت حياته ولذت حياته، فإن القرآن ينزل الطمأنينة لهذا البلد، والطمأنينة تنزل في الأرض وتنزل للإنسان وتنزل للحيوان وتعم كل من جاورها طمأنينة استقرارا فرحا وسرورا. الرحمة تنزل، وما ندري رحمة الله تعالى ما تحمل علينا من خيرات وبركات، والسكينة تنزل وتحفنا الملائكة وهي تحمل الخيرات والبركات، وفوق ذلك الله تعالى يباهي بنا ملائكته. فكل هذا أيها الإخوة يتحقق بقراءة القرآن وبالدعاء، وإن الأمة الإسلامية في أمس الحاجة لأن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، لأن الآن انقطعت كل الأسباب وتوقفت كل الوسائل، ما بقيت وسيلة إلا الدعاء، والدعاء هو السلاح الذي ينبغي أن يتمسك به المسلم. فإذا قرأنا سير الأنبياء وسير المرسلين وسير الصالحين نجد أن الأدعية هي الأسلحة التي يستعملونها في دفع كل ما ينالونه من مكروه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء يرفع البلاء وينزل الشفاء، ونحن بحمد الله في هذا البلد حكومة وشعبا نهتم بقضية الدعاء، وكلنا لنا يقين أن بلدنا ما نال كل ما ناله من خير وطمأنينة واستقرار إلا بالدعاء. فرجال الليل العلماء والمقدمون والصالحون وحفاظ القرآن، وكلنا رجالا ونساء، دائما دعواتنا الله تعالى يبارك فينا، يبارك في هذا البلد، يبارك في هذا الوطن، يبارك في كل من والله الله تعالى شأننا وأمرنا من الحكام والسلاطين والعلماء والتجار، أن تنزل بركة في الكل. فإذا نزل بركة في هؤلاء صار الوطن كله مبروكا إن شاء الله. فأنا أشكركم على هذا الاهتمام وعلى هذا الجهد، وإن شاء الله ما تقصروا، كل عام نجدكم هكذا، وكل عام نجد هناك تغيير. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن الله إليكم، ولا أزيد ولا هذا، أشكركم جميعا. من جهته ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الغوني إبراهيم السنوسي مدني بخيت، فقد شكر باسم رئيس المجلس أهالي الدقنة علي ألوان والنولة خاصة وباقي قبائل المنطقة على وجه العموم على هذا المجهود الكبير الذي يبذلونه كل عام لصالح الوطن والمواطنين. بل نشكرهم جميعا، كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للناس حفاظ كتاب الله الذين كانوا سببا في جمعنا هذا، لأن بسببكم اجتمعنا، بسبب الجوان الذين حملوا القرآن وقرأوا تقريبا 1100 ختمة، وكذلك عندهم أذكار آخرة، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يعكس فضل هذا القرآن الكريم في هذه البلاد خاصة وفي تشاد عامة، ونسأله تبارك وتعالى بفضل هذه الختمات
أن يؤلف بين قلوب التشاديين كلهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أحبتي في الله، القرآن الكريم فيه أمر أرجو من الإخوة أن يصفوا لنا ويتركوا الكلام. أحبتي في الله، القرآن الكريم يعني يحب مننا عمل. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن الذي اجتمعنا من أجله حرم سفك الدماء، وحرم الشرك بالله، وحرم الزنا، وحرم السرقة، وحرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم الفرقة، وحرم تفضل بعضنا على الآخر. لا بد من نعمل بمقتضى القرآن الأمرنا بيه نقوم بيه، والنهان عنه قدر الاستطاعة ننتهي عنه. فأنا أشكر لكم هذه الجهود، وأشكر لكم هذا يعني التواضع القيم، علماء وحكام وأغنياء، وتركتم كل شيء واجتمعتم من أجل الختمات الكريمة. نسأله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم. أحبتي في الله، باسمي وباسم زملائي، باسمنا جميعا نتقدم لكم بالشكر الجزيل باسم المجلس وباسم رئيسه الفاضل العلامة التقي النقي العامل بكتاب الله وسنة رسوله فضيلة الدكتور محمد خاطر عيسى. نتقدم لكم بالشكر الجزيل، ونسأله تبارك وتعالى أن يديم لكم هذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يجعل هذا القرآن في ميزان حسناتكم، وأن يؤلف به بين قلوبكم، وأن يحفظ به البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدوره الأمين العام لمحافظة الدقنة محمد جدة خالد ممثل ولولاية حجر الأميس، قال إن تضرع إلى الله تعالى بقراءة القرآن الكريم لعمل يستحق الإشارة والتقدير من قبل الحكومة. وقفت أمامكم لأجل أمثل والية حجر الأميس اللي كان انشغلت، كلفت المحافظ عشان يحضر والمحافظ انشغل بالتاني، وكلفني أنا بصفتي أمين عام لمحافظة الدقنة عشان نحضر عندكم ونحتفلوا جميعا. بقول لهم شكرا لهم اللي كلفوني، وشكرا لكم أنتم الحاضرين. اجتمعتوا بصفة عجيبة جدا بكون المسلمين متوحدين وقاعدين في هدف عن الإسلام الحق، ومرتبطين وماشيين لمعاني إسلامية ولحد آخر الوقت. فأنا بقول الاحتفال اليوم زي ما قال أحمد جنبو أدل للحفلة الثامنة، كل ما سنة 1000 قرآن أو زيادة. فأشكر كناتو عن البلد، كان في هراز البيار، كان في الدقنة، كان في أي مكان، كلكم الحاضرين بدون فرز. فالمركز الأساسي في الإدارة فأنتم الكناتو. فتأخذوا المثل زي ما المثل أداكم وماشوق مستمر الشيخ حسين أبو بكر شبكة، كل كانتون خليه في باله في منطقة مش هنا قاعدة يحتفل ويعزمنا ونحضر وشنوع الإسلام في الطريق الحق. والمثل أنا حسين الكانتون حسين أبو بكر شبكة، شوف العالم وصلت اليوم حاضرة قاعدة هنا معنا في المحل ده، كان الحكومة دعاتهم بسيف كل ما يجي يحضروا، لكن جهدروا ده حسب حبهم للدين، متمسكين بالدين ويعرفوا بعد الدنيا في آخرة، وبعد الدنيا هيسألوا. وكل شيء ده موجه للعلماء وحفاظ القرآن. فأطلب منكم أن تسمعوني، أن تتضامنوا مع بعض،
أن تتوحدوا وأن تنشروا الحقائق لكل مسلم ومسلمة، وأن تكونوا مركز للأمة التشادية. وبشكر أنا الجنرال دارمين محمد دريس ديبيتنو ما خايف لشيء، لأن الأمان والأمن موفرين عندنا. فنسأل الله والسلامة أن يطول عمرهم في طريق الحق ويحفظوا التشادين جميعا ويكون إن شاء الله في أمن وأمان. والثاني كمان بقول أنتم البلامات والشعب جيتوا من برا تعبانين وجايين وهدرتوا جايين عشانين وقعدتوا في الاحتفال ده بالنية السليمة وبكونوا كنتوا حقيقيين مسلمين وتدوروا من الله. الله قال فاسألوني أسألوني فاستجب لكم. كان سألت الحاكم كل يهديك، كان سألت التاجر كل يهديك، كان سألت أي نادي قريبك كل يهديك. كيف كان سألت الله ما تلقى؟ الله خزائنه كلها موفرة، الله ما محتاج، ما سأل قصر لي. قال أسألوني، أسألوه بطريقة الدين، أسألوه بطريقة رجال الدين، أسألوه بكل شيء معرفتكم وأخافوا الله. هذا وفي نهاية المناسبة رفع دعاء ختم القرآن الكريم. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي سياق الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، فقد نظمت حلقة الإمام مالك بن أنس للعلوم الشرعية بمدينة وندو لمرشدها العام الشيخ جلال محمد علي بركة حفلا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جرت فعاليات المناسبة بمنزل التصوف الإسلامي بمدينة وندو تحت شعار قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المناسبة حضرها ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الغوني إبراهيم السنوسي مدني بخيت رئيس هيئة القضاء بالمجلس الأعلى بمعيته نائبه الثاني في القضاء الشيخ أحمد موسى هارون، إلى جانب حضور كبير من السلطات الإدارية بمدينة مندو والعلماء والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلمته الترحيبية بهذه المناسبة شكر مرشد الحلقة الشيخ جلال محمد علي بركة جميع الوفود التي لبت الدعوة من مختلف الولايات الوطنية. اسمحوني قبل كل شيء أن أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قلتم به من صنيع جميل، فإنكم فعلتم الكثير والكثير، تركتم الأماكن وعطرتم الأعمال وقطعتم الفيافي والمسافات وتجنبتم مشاق السفر وبذلتم ما عندكم من غال ونفيس لتصلوا معنا هذه الوقفة الجميلة. اليوم عند الله نحن مهما قلنا لا نستطيع أن نعطيكم حقكم، ولكن أيكم عند الله. وفي هذه الأمسية المباركة جمعتنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحاب هذا المسجد، مسجد التصوف الإسلامي في مندو، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا، نساء ورجالا، حكاما ومحكومين، الكل جلسنا تحت مظلة واحدة وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك المحبة التي من تعلق بها يصل إلى أعلى الفراديس، وتلك المحبة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. وأيها الأحبة، نحن عنوانا عنوان هذه الحفلة هذه الاحتفال هذا الاحتفال
تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي اقتداء جميل. ونحن عندما نقيم هذا الحد لنا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أقام هذا الاحتفال ولكنه بنوع آخر، كما جاء في صحيح مسلم كان يقوم يوم الاثنين، فلما سئل عنه قال: ذاك يوم ولدت فيه. إذا نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما عبر بهذه المناسبة طلاب الحلقة ومنتسبيها الشيخ الجون الطيب عمر ساعد عن فائق شكرهم وعرفانهم لشيخ الحلقة الشيخ جلال محمد علي بركة على الجهود العلمية الكبيرة التي بذلها في تدريس طلاب العلم الشرعي العلوم الإسلامية. ضيوف الرحمن، أطالة عني ونيابة عن زملائي الطلاب في حلقة الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك، وقائد سفينتها الشيخ جلال محمد علي بركة، نرحب بكم ونقول أهلا وسهلا، مرحبا ثم مرحبا بوجودكم المبارك واجتماعكم في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعبر هذا الاجتماع والمشهد العظيم بفرحكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، والفرح به صلى الله عليه وسلم هو مطلوب، وقد انتفع به الكافر. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول عز من قائل: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وصف الشيخ الإمام محمد طاهر عبد المحمود رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية لاغون الغربية منذ جهود الشيخ جلال محمد علي بركة في المنطقة بالمهمة، معتبره واحدا من أهم المرجعيات الدينية الذين يسرون الساحة بعلومهم وأفكارهم الوسطية المعتدلة. أنني أتقدم بالشكر الجزيل للأخ العالم المجتهد أخينا جلال محمد علي بركة، من محبته وثنائه في النبي عليه الصلاة والسلام لا يشعر بأي شيء إلا أنه يريد أن يسمع مثل هذا الصنيع فجأة. لذلك كل عام إذا أراد أن يحتفل أن يرتفع بالعاصمة ليحضر لهذه العلماء من أجل أن يأتوا ويحضروا هنا في هذه المنصات مع إخوانهم. وفي هذه وفي هذا الجمع الكريم أو المجتمع العظيم هذا، هناك يكون فيه تفقد بين الإخوان وأهواد الإخوان. لذلك أيها الإخوة، أصالة النسب ونيابة عن إخواني وزملائي أعضاء المجلس الفرعي بمدينة منذ، أشكركم شكرا جزيلا لأنني أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون إقامتكم معنا إقامة رائعة سعيدة، وترجعون سالمين غانمين إلى دوركم ودياركم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، بدوره رئيس هيئة القضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ البون إبراهيم السنوسي مدني، فقد شكر باسم رئيس المجلس مؤسس حلقة الإمام مالك بن أنس للعلوم الشرعية ومرشدها الشيخ جلال محمد علي بركة على تنظيمه لهذا الاحتفال الكبير الذي جمع شخصيات دينية بارزة من العلماء والمادحين للرسول الكريم. أبناء الفضلاء، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي، أتقدم إليكم بشكر جزيل نيابة الرئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه فضيلة العلامة التقي النقي الدكتور محمد خاطر عيسى، ويهنئكم ويشكر لكم هذا الجهد المبارك، ويسأل الله عز وجل لكم التوفيق دوما وابدا. احبتي في الله، كما تعلمون الله في كتابه للنبي قال: ما اتاكم الرسول فخذوه وما
الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقتل النفس اليوم منتشر، والزنا منتشر، والسارق الله نعم السارق والسارقة فوق أيديهم وجزاء بما كسب على خير من أقواتهم، والغيبة يحب أحدكم أن يقول لحم أخيه. فإخوتي في الله، لا بد من اتباع الكتاب واتباع السنة والعمل بمقتضى الكتاب والسنة. إذا كان نحن نحب المصطفى لا بد من مقتضى الكتاب الله ومقتضى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان نحن. وأنتم تعلمون الدنيا لا تساوي عند الله جل وعلا بعوضة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا فما إذا أنزلناه من السماء فانخرط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بما خطبنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل آياته لقوم يتفكرون والله يترك إلى ذلك السلام. وقال في آية أخرى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إذا أنزلناه من السماء فانخرط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المناسبة شهدت تقديم قصائد دينية متنوعة في سيرة النبي وشمائله العطرة. أكابد شرقا بين قوم هواجي متى تتعجفني ذكرت محمدا وأذكر قوتي أقل يأتي يوم أيامي وإن تسلم إلى ديابي وإن أعم أرى أنني في حيه والمراضي خيبي وصيفي والربيع جميلها تراك شفائي ذكر جمع الجوامع أرى سيدي خيرا يقينا انادي حاضر الدهر سامي اجرني جوار هاشميا فلم اخف فلم يك يوما من تجره بضائعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نواصل في دروسنا، دروس الفقه من كتاب مختصر الإمام عبد الرحمن الأخدري، وتوقفنا زمن، والآن نريد أن نستأنف هذه الدروس. توقفنا في فرائض الصلاة وذكرنا منها وقمنا بعملية الركوع وعملية السجود وعملية الجلوس وعملية القيام. إنما أردنا أو ذكرنا الفرائض نظريا، كان قمنا عمليا كيف ركعنا وكيف سجدنا وكيف جلسنا وكيف يكون القيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ذكرنا من فرائض الصلاة
النية تكبيرة الإحرام قيام لها والركوع والرفع من والسجود والرفع من والجلوس بين السجدتين والسلام. هنا الشيخ الإمام عبد الرحمن الأخدر يقول: النية أي وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. النية هي القصد ومحلها القلب، ويجوز التلفظ بالنية، ولكن المطلوب من المصلي هو القصد، أي قصد الصلاة أو الدخول في الصلاة المعينة. ومن شرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. مقارنة بمعنى لا يكون فصل بين النية وبين التكبير. إنما الإنسان يقول الله أكبر في النية يقصد الصلاة، مثلا الله أكبر في قلبك نويت صلاة الظهر، أي تقصد صلاة الظهر، تقصد صلاة العصر، المغرب، العشاء، الصبح، أو صلاة الجمعة مثلا، أو صلاة العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر، أو صلاة جنازة. لأن النية هي التي تحدد العبادة وتعين العبادة. لكن واحد مثلا يشيل النية من داخل البيت ويمشي المسجد قبل يكبر، لا، ما فيش مقارنة بين النية وبين تكبيرة الإحرام. إذن من شرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام. هنا الشيخ الإمام الأخدري ذكر النية في آخر الكلام، في آخر كلام الفرائض، أي فرائض الصلاة. لكن أرجع وأعود أقول في بداية فرائض الصلاة، عندما انتهينا من الطهارة وشرعنا في فرائض الصلاة، في البداية قلنا ملخص الصلاة تتكون من أقوال وأفعال. أقوال بمعنى تلفظ، تلفظ بتقول، بس تقول الله أكبر، تقرأ السورة، تقرأ الفاتحة، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، سبحان ربي العالى، تحيات لله، الصلاة على النبي، السلام، الدعاء، يسموها أقوال. والأفعال هي الحركات. معناتها الحركات دي أفعال ودي أقوال. وفي بداية الأمر إخواننا، عشان الصلاة دي مهمة جدا، مهمة جدا، ربنا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا الصلاة عماد الدين. لأن الصلاة دي إذا كان ما بقى الصلاة حقيقية ووافقت صلاة النبي ده، كان صليت 100 سنة كلها باطلة. ويوم القيامة لو مشيت وفتح لك دفاتر الصلاة والصيام والزكاة والحاج وبر الوالدين والصدقات وكذا، أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دفاتر الأعمال يبدأ بالصلاة. كان الصلاة الملائكة شافوها كويسة وربنا قبلها، يشوفوا الزكاة والحاج وغيره. الصلاة ما كويسة، ما صحيحة،
لا زكاتك تقبل، لا صيامك يقبل، لا حجك يقبل، لا بر الوالدين يقبل، لا بناءك للمساجد يقبل، لا إعانتك للأيتام يقبل، ولا الفقراء يقبل، ولا الذكر يقبل، لأن هي عماد الدين، الدين يعتمد عليها ويبنى عليها. إذن بعد كده، بعد عرفنا الفرائض، ندخل في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كل حاجة فعلها يقول له ده فعل، فعل النبي، ده سنة النبي، أقوال وأفعال وتقريرات. إذن الصلاة دي مركبة من فرائض وسنن وفضائل. الفرض ده لو الإنسان خلده صلاة باطلة ويعيد الصلاة. السنة لو ترك سهوا، ما عمد سهوا، ما نات في سنن، كان تركتها تسجد لها قبلية السلام. ده يأتي لنا بعد ما نكمل بعض الفصول، ندخل في السهو، هو آخر فصل في كتاب الأخضر. بالنسبة لي السنن إذا تركتها سهوا تسجد قبلية السلام. بعض العلماء لو قالوا إذا كان عمدا خلريت السنة، تقول هذا مع السنة بس، دي سنة بس وخلاص، صلاتك تبطل. لكن الصحيح الصلاة صحيحة مع الاسم مع الذنب. والفضيلة هي تسمى فضيلة، وهي سنة، سموها سنة الخفيفة، سنة خفيفة، وهي فعلا من السنة، لكن وتسمى المندوبات وتسمى الفضائل. وسننها الإقامة، الإقامة إقامة الصلاة سنة مؤكدة، والأذان أيضا سنة مؤكدة. لكن أكيد في شيء ما نمر كده بس نقوله الإقامة والسرة، لا، الإقامة دي يا ناس والأذان. أول نبدأ بالأذان، لأن الشيخ جاب الإقامة وما ذكر الأذان، لأن الإقامة سنة مؤكدة للجماعة وللمنفرد. الإقامة سنة مؤكدة للإنسان المنفرد وللجماعة، لكن الأذان سنة للجماعة، ما سنة للإنسان المنفرد إلا لحديث إذا كنت في غنمك أو باديتك، حديث أبي سعيد القدري. لكن نحن عندنا مشاكل كثيرة يا ناس في الأذان. الإنسان المؤذن ده عنده شروط، ما أي إنسان بس يقوم ويؤذن والكلام ده، لا، يكون إنسان مسلم عاقل. البلوغ ما شرط، إنسان إذا كان 12 10 سنة بيفهم وعلموه الأذان وشروط الأذان هيؤذن، يكون ذكر صيد عنده صوت تمام. لكن مشكلتنا في ألفاظ الأذان. الأذان مثلا الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. دي ألفاظ الأذان. الأذان يكون مجزوم والإقامة مؤربة. مجزوم بمعنى كل حرف كل كلمة الحرف الأخير يكون مجزوم مسكن. لكن هنا عندنا في الأذان الترجع عند المالكية في ترجع، والترجع ده يا ناس كثير الناس بعد المؤذنين تركوه. أصلا ترجع شنو؟ لما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، بعد كده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد كده يرفع الصوت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. الترجع ده الآن كثير من المؤذنين تركوه، هو سنة. بمعنى لما تقول الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، الزول الجنبك يسمع. بعد كده ترجع الشهادتين دي ترفع أرفع صوت منك من الصوت الأول، يسمع تسمع الدنيا كلها. وبعد كده حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، دي ما فيها ترجيع. لكن ترجيع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد كده بيرفع صوت وتواصل. الآن ما أعرف شنو أصاب المؤذنين، إما جهل وإما بيقتدوا بيسمعوا الناس الآخرين بيسووا خلاص هم كله بيسووا. نحن يا ناس أنا أكرر وأكرر نحن مالكيون، نحن مالكية مالكية، لا نخلط بين ثلاثة مذهبين أربعة ونعبد الله سبحانه وتعالى. كل المذاهب صحيحة كلها من رسول الله ملتمسة، غرف من اليم أو رشف من الديم. كل المذاهب دي الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة مالكية شافعية أحناف حنابلة كله ملتمس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي واحد قال يمشي بدربه ما يقول لا أنينا سمينا في الدولة الفلاني في دولة الفلاني كل الناس بأذنوا كده، لا 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 عملية ما فوضى، اتباع مش ابتداع. ما تخلطوا على الناس سنته، لا تخلطوا على الناس مذهبهم. الإنسان المؤذن خليه يعلمه قبل يأذن. لما نجي في النطق الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد، يقول أشهد أن لا أشهد لا أشهد أن لا إله لا، يقول لا إله إلا الله مش لا إله لا، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، ما تقول أشهد لا أشهد بس أشهد أن محمد رسول الله. واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول له بضم اللام، أشهد أن محمد رسول الله. واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله يكسر اللام، دي كلها خطأ في الألفاظ. حي على الصلاة هو حق، هو بيقول هيا بسيها حق حق حي على الصلاة، ما هيا على الصلاة وتتعب نفسك وتخرج الصوت من الايه من الصدر، لا من الحلق. حي على الصلاة حي على الفلاح، كلمة فلاح بالحاء وليس حي على الفلاح فلاح لا 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 لا
فلا دي كدادة اسم الكدادة الفلاح فلات الفلاح الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. حي على الصلاة حي على الفلاح ح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هناك في شيء آخر تطريب. عندنا المالكية يمنعون التطريب. الله دي في المافية في الملكية لا يمنعون التطريب في الأذان. زي الواحد يتغنى كده لا. عند المذاهب الآخرة بيجوزوا في بعض الأحيان لكن عند المالكية التطريب ممنوع في الأذان. ونسمع في مساجدنا الناس بيسووه وكذا. عشان كده نبهنا قاعدين ننبه لهذه الألفاظ بالنسبة للأذان. بعد كده نخش في كلام شيخنا هنا قال وسننها الإقامة. الإقامة هي معربة. هسه كثير من المؤذنين بيسووا موقوفة بس زي الأذان والإقامة واحد. أصلا الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. زي بيقول هنا شكل تشكله مورب. ما تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله. لا 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 ما كده ما كده. لابد أن احنا ننبه المؤذن يكون يجيب يعلم أقل شيء يقرأ كتاب. ما قرأ كتاب دار نقوله فلان ده والله صوتك كويس دين يكون ايه مؤذن يقول له تعال اقعد تحت اذن نسمع قيم نسمع يقول لك لا ما كده. الاذان موقوف الاقامه معربه لفظك ده ما كده. ما تقول لنا اشهد ان محمد رسول الله لا اشهد ان محمد رسول الله لا اشهد ان محمد رسول له بضم اللام. ما تقول لنا هيا لا حي ح. ما تقول هيا على الصلاة لا. وما تقول لنا هيا على حي على الصلاة هيا على الفلاح فلاح فلاح بس لا 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 فلاح الحادي تنطق كويس. عرفنا الأذان موقوف والإقامة معربة. والسورة التي بعد الفاتحة أيضا سنة. هنا بالنسبة للإقامة قلنا معربة مشكلة. أي حرف في الكلمة الأخيرة دي لابد تشكل حسب الحركة. المرأة بالنسبة للرجل الإقامة سنة مؤكدة. بالنسبة للمرأة إذا كان أقامت سرا فحسن مرت هي ذات تقيم لكن ما جهرا. والسورة التي بعد الفاتحة هي سنة. سورة بعد الفاتحة سنة. وإما آية مثلا واحد يقول قل يا أيها الكافرون إن منت والعصر خلاص قل هو الله أحد خلاص السنة حصلت. إذا نكمل السورة ده مندوب إكمال السورة مندوب ولكن قراءة شيء من القرآن إما سورة قصيرة زي سورة العصر وإما آية كآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. والسورة التي بعد الفاتحة سنة لكن الفاتحة خلاص كلمنا فيها في الفرائض والقيام لها
والقيام لقراءة سورة الفاتحة. لكن أي ذول يقوم يقرأ السورة بعد الفاتحة إذا كان أنت صحيح مرضان، ما مرضان منا صحيح ما مرضان لا تقوم وتقرأ، لكن إذا كان مرضان حسب قدرتك، إما تقرب حاجة وإما جالس على الكرسي وإما جالس تحيد وإما راقد ولا تصلي، طالما أقلت تام ده الصلاة ما تأخرها، ما تقول عشان مرضان وأنا نأخر الصلاة وما صليت، لا لا أقلك تمام تعرف الشيء كله خلاص تصلي قدر اللي بتعرف ده وقدرتك تصليها. والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، معناته السر في محله والجهر في محله. السر صلاة الظهر كلها سر، العصر كلها سر، المغرب الركعة الثالثة سر، العشاء الركعة الثالثة والرابعة سر، نوافل النهار سر، الجهر صلاة الصبح سنة تجهر الركعة الأولى والثانية، المغرب الركعة الأولى والثانية، العشاء الركعة الأولى والثانية، ده أماكن ليه الجهر، الجمعة صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، صلاة الاستسقاء تجهر، ده محل ليه السر وده محل الجهر. إذن السر تجري سر في محله ده سنة، والجهر كله بتجري جهر في محل ده كله سنة. الجهر الجهر تسمع نفسك ومن يليك. السر حركة اللسان، أعلى السر كمان الجنبك لا أضانك كله تسمعه تسمي عليها نفسك كله تسميها، وإلا يكفي حركة اللسان في السر، أعلى السر تسمع نفسك. لكن إذا خليت السر خليت الجهر ده ما محله، لما نجي في باب سجود السهو الكلام ده كله بعد كده نبينه إن شاء الله. وسمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وإنت بصلي وهي تقول بقول سمع الله لمن حمده، ده كله سنة، ربنا لك الحمد دي ما بكانها دي فضيلة. وكل تكبيرة سنة إلا الأولى، كل تكبيرة سنة، الأولى يأتي الله أكبر تدخل الباب يسموها تكبيرة الإحرام، دي ده كان قلناها في الفرائض، لكن التكابير الآخرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دي سنن. والتشهدان التشهد الأول والتشهد الثاني بالنسبة للصلاة الثلاثية والرباعية والصلاة الثنائية زي الصبح عندها تشهد واحد ده كله سنة. والجلوس لهما تجلس عشان تقول التحيات لله إلى آخره ده كله سنة. وتقديم الفاتحة على السورة كله سنة، معناته تقدم الفاتحة بعد يجي السورة، لكن قدمت السورة قبل قرأت الفاتحة إذن قبل ما تركع تاني تقرأ السورة تجيبها مرتين عشان تقع السورة بعد الفاتحة. أها وسويت كده يلزمك شنو؟ يلزمك معناته بعدين تكرار، لأن عندنا السورة إذا كان كررتها مرتين لا شيء عليك، لكن الفاتحة إذا كان كررت مرتين تسجد بعدية لين السلام. وبهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. رحمك يا ربي رحمك يا
الدعوة إلى الله.